مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدينة عينات ذات السبع القباب، هنا نحييكم في مستهل وبداية هذه الحلقة. حلقة جديدة، فقرات عديدة، وتساؤلات جديدة أيضا نطرحها في إطار حلقة هذا اليوم، آملين أن تقضوا معنا أسعد الأوقات وأمتعها مع كل فقرة وسؤال ومعلومة وجائزة. أهلا وسهلا وحياكم الله إلى فقراتنا لهذا اليوم. معنا سؤال بسيط، كم مرة ورد لفظ البعير في القرآن الكريم؟ إيش الآيات؟ كم؟ قاعد السؤال؟ كم مرة ورد لفظ البعير في القرآن الكريم؟ كم؟ ماشي خيارات؟ لا ماشي خيارات. كم تتوقعي أنت؟ ست. ست؟ لفظ البعير، البعير كم مرة وردت في القرآن الكريم؟ كم؟ كم؟ تتوقعي؟ 50. 50 في إيش من سور؟ 5 ولا 50 تقولي؟ 5. كم مرة ورد لفظ البعير في القرآن وفي أي سورة؟ ما شاء الله في مدينة عينات أيضا نبدأ بطرح هذا التساؤل. ما شاء الله اسمك الكريم؟ فهمي هود قندر. من عينات؟ من عينات. ما شاء الله. كم مرة ورد لفظ البعير في القرآن وفي أي سورة؟ كم مرة ورد؟ مرتين تقريبا. مرتين؟ في إيش من سورة؟ في سورة يوسف. أيوة. وكم مرات في القرآن كامل؟ كم مرات ورد القرآن كامل؟ أنت كم قبل قلت؟ مرتين. مرتين ما شاء الله، وإجابة صحيحة من عينات. أيوة من عينات. أخينا فهمي هود قندل ما شاء الله تحفظ القرآن؟ تحفظ؟ لا ما شاء الله. ولا كيف؟ لا بس نطلع شوي كده يعني. مرتين بس ورد ذكر البعير تقريبا؟ فعلا ومرتان فقط ورد لفظ البعير في القرآن الكريم. ما شاء الله إجابة صحيحة من منطقة عينات من أخينا فهمي هود قندر. وقلنا ورد لفظ البعير مرتين في سورة يوسف. تعرف المواضع؟ ويزدادوا كيل بعير. ونزدادوا كيل بعير، إخوة يوسف قالوا ونزدادوا كيل بعير ذلك كيل يسير. والموضع الثاني؟ الموضع الثاني ولمن؟ ولمن جاء بحمله حمله بعير. ولمن جاء به حمل بعير. وأنا به زعيم. ما شاء الله عندك معلومة أو ما شاء الله خلفية أيضا، تقرأ دايم ولا مطلع؟ أي شوية أنا بس الحمد. ما شاء الله أخينا من منطقة عينات، ونقول ألف مبروك عليك، 10,000 ريال من برنامج الميدان. ألف مبروك عليك، اسمع له تحية أيضا من أصحابه. ما شاء الله مبروك. الله يبارك فيكم، مشكورين، جزاكم الله خير ويعطيكم العافية إن شاء الله. تستاهل. في إطار أسئلتنا في الموسوعة الشعبية في حضرموت نطرح هذا التساؤل، تساؤل بسيط، ما أول فيلم تلفزيوني أنتج في حضرموت؟ سهل. من عينات؟ أيوة من عينات. إيش أول فيلم تلفزيوني أنتج حضرمي، أنتج في حضرموت؟ إيش؟ فيلم. فيلم. ما عندي فكرة. فيلم. توقع. أصحاب عينات، أول فيلم تلفزيوني حضرمي إيش اسمه بس؟ أه؟ أنا أنت في عينات ولا في؟ في حضرموت. اختيارات. أه؟ اختيارات. مثل إيش؟ اختيارات المهم طلع. لا بس هذا بسيط، إذا جبت اختيارات يعني بيكون معروف، سهل جدا. لازم اختيارات عشان نفهمه كيف. نفهمه كيف؟ الميدان. أه؟ الميدان ذا البرنامج. لا في طبعا حضرموت قديما، الآن طبعا أنتجت يعني أفلام تلفزيونية وأفلام درامية مسرحية وسينمائية. نسأل لكن عن أول فيلم تلفزيوني سينمائي أنتج في حضرموت، إيش اسمه؟ إيش هو قلت لي؟ أسطورة الإنسان والمكان. أسطورة الإنسان والمكان. من أنتجه ذا؟ قصدك حضرموت أسطورة الإنسان؟ أيوه. لا هذا حديثا الآن، من أحدث الأفلام اللي أنتجت. اختيارات مدعنا فهمك. ما زلنا طبعا في سؤالنا هذا، نسأل عن أول فيلم سينمائي أو روائي أنتج. أول فيلم سينمائي أو روائي أنتج في المكلة، إيش هو هذا؟ تعرف إيش من فيلم؟ تعرف شيء؟ والله لا. أول فيلم قرب شوية، إيش هو؟ عبث المشي. عبث المشي. بس عن إيش لا يتكلم؟
والله ما قد سمعت، إنما قريت عنه بس. اسمه عبث؟ عبث المشط. صح أنت الآن، بس تقريبا يعني أنتج هذا في إيش من مدينة بالضبط في حضرموت؟ تريم. في؟ تريم تقريبا. هو اسمه عبث المشيب وإجابة صحيحة، وهذا الفيلم طبعا أنتجه أو قام بإخراجه أيضا وحاول أيضا وتابع في إعداده وقام أيضا بإيراد أجهزة التصوير والكاميرات له كأول فيلم سينمائي روائي ينتج في حضرموت هو السلطان صالح القعيطي في مدينة المكلا ليس في تريم، وإنما أيضا اسم هذا الفيلم هو عبث المشيب، يتحدث عن الشيبان في حضرموت زمانا عام 1992 نتحدث و1991 هناك ظاهرة 1951 بالتحديد، هناك ظاهرة انتشرت بين الشيبان عندما كانوا يتزوجون البنات الصغار، فحاول السلطان أن يقضي على هذه العادة، وبالتالي جمع مجموعة من المؤلفين وأنتجوا هذا الفيلم تحت اسم عبث المشيب، أي العبث بمرحلة المشيب وإجابة صحيحة، و10,000 ريال لأخينا اسمه علي زيد علي أحمد بحشوان. علي زيد بحشوان من تريم المكلا السويري تريم. السويري في تريم، ومبروك عليك 10,000 ريال من برنامج الميدان، ومبروك عليك. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حوار ميداني اليوم على الماشي، ونحن طبعا في الطريق من تريم باتجاه مناطق قاهر وعينات وما بعدها، طبعا استوقفتنا هذه الخيمة الموجودة هنا في منطقة حيد صالح بالتحديد، ما شاء الله خيمة تراثية وقبيلة أيضا المغرب الرمضاني، يفترش مجموعة من الأهالي هذه الخيمة وأيضا يقوموا بتحضير وإعداد وجبة الإفطار لعابري السبيل. استوقفتنا هذه الخيمة وحبنا كذلك أيضا أن نتحدث إلى أصحاب هذه الخيمة ونتعرف عليهم. اسمك الكريم؟ اسمي علي سلم الكندي. علي يسلم الكندي ما شاء الله من حيد صالح. حيد صالح نعم. وايضا الاخ الكريم قاسم محمد العيسى الكندي. قاسم الكندي ايوه. ومن حيد صالح. حيد صالح ما شاء الله. استوقفتنا هذه الخيمه، يعني متى بداتوا في الخيمه هذه؟ هل اول سنه؟ هل اول موسم؟ وش فكرتها؟ لا الخيمه هذه قلت لها حوالي 4 سنين. ما شاء الله هي خيمه رمضانيه بس مشان رمضان بس، والعيال يرسلون العصريه مشان يروحوا مكان هنا. موقع خاص بالعيال هنا، وقلت رمضان يعني ملقين هذا عابر سبيل كثير من عبر متاخر او شيء يعني يحصل افطار يفطر بحكم طول الخط هذا من المهره الى تريم. ايه طبعا. طيب يعني ايش طبيعه الخيمه؟ ايش تقدموا فيها؟ متى يعني تبدا فيها بالوجبات؟ وجبات هذه تبدا قبل اذان المغرب، يكون موجود هنا كل شيء موجود، افطار من انواع يعني. نعم. اول شيء تمر هذا مع الماء، تقدم التمر وش عاد؟ الماء وقهوه وتمر وجميع المشروبات هذه، وبعدين من ثم اكل يعني اكل موجود. يعني هذا قبل الصلاه، بعد صلاه المغرب تقدموا حاجه؟ بعد صلاة المغرب لا لا من تأخرنا حد جاز عطيق يبلع عشان. نعم. ما شاء الله. طيب كيف جاءت هذه الفكرة؟ يعني من اللي بادر لكم بهذه الفكرة؟ هل أنتم؟ هل أجدادكم؟ هل من أصحابكم؟ لا لا من قريب هنا، ما نحن اللي بدأنا الفكرة هذه وشفنا فكرة حلوة إن شاء الله وفيها أجر وثواب يعني طبعا. إن شاء الله. ما شاء الله. أيضا معنا أخينا، يعني كيف وجدتوا هذه الفكرة؟ إقبال الناس كيف يكون على هذه الفكرة؟ فكرة حلوة والله وزينة وعجبتنا إحنا، فكرة زينة توقف الإفطار كل شيء تمام. أنت إيش دورك فيها؟ إيش تسوي في الخيمة؟ سوي وجبة الإفطار أجيبها. تجيبها بس من فين؟ من البيت ولما أنا وإعدادها. طيب ما شاء الله. طبعا وهذا الآن الخط من تريم إلى كما قلنا قاهر عينات وصولا إلى المهرة. طيب كيف وجدتم تجاوب الناس؟ يعني من يفطر هنا كثير مثلا؟ والله بعض الأحيان يعني تحصل له في 3 سيارات يزع 4 سيارة، المهم على ما يطلع. إذا جاء شاف نصه متأخر يزع إفطرنا. طيب التساؤل الآن، من يقدم لكم هذا الإفطار؟ هل هناك في دعم خاص ولا هذا من على حسابكم؟ لا لا على حسابنا الخاص والبيوت، هذا كل ممنوع يقدوم بس يجيبوا المغرب هنا. يزع اللي طيب وأهل الحارة أو الحي أو حد صالح يجلسوا معاكم ولا العابرين؟ لا بس في بعض الشباب يرسوا هنا. نعم شباب يرسوا هنا. طيب مشاهدي قناة حضرموت برنامج الميدان اليوم عندكم هنا، ايش تقولهم من على هذا المنبر وهذه الشاشة؟ هم نقدم لهم الشكر على هذه الاستضافة
وان شاء الله رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ما شاء الله. ايضا مجموعه تعالوا تفضلوا يا مرحبا تعالوا بس نتعرف عليكم ما شاء الله مع هذه القهوه هنا الحضرميه. حياك الله تفضل ما شاء الله. تعرف بس على اسمك الكريم. اكرم محمد الكندي. وقت افطار قريب. ايوه قريب. طيب برضه من حيد صالح. ايوه. فكره هذه استوقفتنا ما شاء الله خيمه وافطار وتجهيز، يعني كيف جاءت الفكره وانت كيف تشوفها هنا؟ والله اشوفها حاجه حلوه هنا، يعني لما يجمر الفطور ويجيك انسان مسرع في الخط توقف فطور يفطر على الطول الحمد لله. اذا يعني كيف شفتوا انطباعات الناس ردود فعل الناس مثلا؟ فعل يعني شيعونهم لما يوقفون تشيع انت كل مره تطور احسن من مره. من اللي يقوم بعمليه اداره الخيمه؟ الشباب كلهم. انا قصدي من مثلا في لها مسؤول في لها؟ ايوه مسؤول بس ما حد راح مكلل البارح. طيب من يحضر الاشياء هذه القهوه والماي والشاهي؟ القهوه نسويها هنا. انتوا هنا ولا في البيوت؟ هنا نسويها. ما شاء الله في هذا المكان خاص هذا القهوه. ايوه باقي الافطار من البيوت نجيبه. التمر وتجمعوه هنا. ونجمعونه لما قبل المغرب ربع ساعه يكون جاهز. ما شاء الله. شكرا اذا لاهالي منطقه حيد صالح الطيبين ما شاء الله باهلها ايضا وكرم اهلها هنا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. طبعا مثل هذه الافكار دائما تستوقفنا نحن في برنامج الميدان، ونحن ايضا في الميدان في كل الميادين، وكل ميدان ايضا نتوقف عنده للحظات ايضا لنعطي لمحه وصوره لما يعمل في كل ميادين حضرموت. شكرا لطيب المتابعه، نلقاكم في حلقتنا القادمه وفقره اخرى من حوار ميداني اخر. شكرا لكم. حول العالم مشاهدينا الكرام، ونسأل عن هذا التساؤل، معنا سؤال بسيط في إطار الأسئلة حول العالم، كيفك مع المعلومات الثقافية والخلفيات؟ قليل الكلام. تدرس يعني تتابع الموسوعات؟ أيوه قليل. أسئلة ثقافية؟ نعم. نسأل عن من أول من رسم خريطة للعالم؟ معروف الآن خريطة العالم الموجودة، لكن من أول من رسم أول خريطة؟ سهل. ما درستوا في الجغرافيا؟ أول من رسم خريطة للعالم من هو هذا؟ اسمه؟ ما أدري. سهل. خيارات. خيارات. بسيط جدا. من أول من رسم خريطة للعالم؟ توقع من اسمه؟ عالم. الله أعلم. من قال الله أعلم؟ لقد أفتى. أفتى. لا هذا في الدين وفي علوم الشريعة، لكن في الآن في المعلومات العامة حول العالم، معروف من أول من رسم خريطة للعالم؟ بس أنا عرفته من أول من رسم، لكن بصراحة نسيت، خانتني الذاكرة. يعني كذ عندك. نعم نعم عندي في المعلومة. نسيت؟ نسيتها. من الذي من الذي أول من توقعوا الآن من؟ يلا يتذكر لمصحاب الجغرافيا من؟ الله أعلم يعني ما. يلا شكرا لك. من أول من رسم خريطة للعالم؟ بسيط. أول واحد رسم خريطة للعالم. للعالم من؟ عالم عربي. عندك؟ تعال تعال. عالم عربي إسلامي. صحيح. أيوه. مش ابن سينا. ابن سينا الأول طبيب. طب هذا لا في الجغرافيا. في الجغرافيا لا مش الخوارزمي. خوارزمي في الرياضيات. ابن رشيد. ابن بطوطة. هذا يعني في علم البحار، لكن من في علم الجغرافيا؟ شيء اسم مقارب كذا. ابن خلدون في الطب. من بيقولي؟ إدريسي. إدريسي. من هو؟ إدريسي. إدريسي. من منكم اللي قال إدريسي؟ أنا. قالك ولا؟ من اللي قال؟ أنا. هذا اللي قال. أنت قبل جوابت صح؟ أنت قلت له ولا سمع منك؟ عادي. من الأستاذ اللي جاوب؟ لا إذا هو اللي جاوب خلوه هو يجي. أنت اللي جاوب. تعال يا أستاذ. تعال. ما شاء الله. بعدين هو يتصرف فيها ما شاء الله. نسأل. نسأل عن أول من رسم خريطة للعالم. هو العالم الإدريسي. العالم الإدريسي. العالم العربي الإدريسي. الإدريسي المشهور أيضا طبعا هو عربي ومسلم، وأيضا يكنى أبو من؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله. أبو عبد الله الإدريسي العالم العربي المسلم هو أول من رسم خريطة للعالم بكل أبعادها ومقاساتها. وإجابة صحيحة ما شاء الله من الأستاذ سالم مبارك بركي. أستاذ؟ نعم. جغرافيا أكيد؟ لا نائب مدير. ما شاء الله في دمون؟ في مدرسة الوادي في دمون. نائب مدير مدرسة الوادي بدمون الأستاذ سالم مبارك بركي. سالم. الأستاذ سالم بركي نائب المدير هنا في دمون، ما شاء الله عنده معلومات. وأول من رسم خريطة للعالم وإجابة صحيحة هو أبو عبد الله الإدريسي، وألف مبروك عليك. 10,000 ريال من برنامج الميدان قد حضرت. مبروك عليك.
اهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقره تسوق والحساب علينا. اليوم طبعا مع فقره جديده وسؤال جديد لمجموعه ايضا من المتسوقين في هذا السوق او في هذا السوبر ماركت. طبعا نطرح هذا التساؤل لغز بسيط يقول: ما هو البيت الذي لا توجد به ابواب ولا نوافذ؟ نتابع ما هي الاجابه. ما شاء الله مجموعه من الاخوات. في معنا سؤال بسيط، لحظه، سؤال بسيط نسأل عن ما البيت الذي لا توجد به أبواب ولا نواف؟ البيض. البيضة؟ لا، بيت ما فيه أبواب ولا نوافذ. القبر. القبر؟ أيوة. إيش قلتي؟ القبر. قالت القبر. لا، الإخوة يقولوا إجابة خاطئة. إيش البيت ما توجد فيه أبواب ولا نوافذ؟ بيت الشعر. بيت؟ الشعر. بيت الشعر، ما شاء الله. واسمع تحية أيضا للأخت التي أجابت وإجابة صحيحة. البيت الذي لا توجد به أبواب ولا نوافذ بيت الشعر. بيت الشعر. أختنا أم من؟ أم محمد صريح. أم محمد وإجابة صحيحة. من فين؟ من السويري. أي. من السويري وإجابة صحيحة، وبالتالي نعتمد حسابها بالكامل. طبعا ما شاء الله وصلنا الى عند الاخ المحاسب هنا ونتعرف عليه. اسمك الكريم؟ حسين بحارث. حسين عبد الله بحارث. حسين عبد الله بحارث. طبعا اعطينا الاخت الكريمه هذه، قلت لي ام من؟ محمد. ام محمد اعطيناها اللغز في اطار سؤال هذا اليوم، وكان اللغز يقول: ما هو البيت الذي لا توجد به ابواب ولا نوافذ؟ عندك فكره ولا تقولك؟ ايوه معروف، بيت الشعر. بيت الشعر. واجابت اجابه صحيحه، وبالتالي الان نحسب كم الاجمالي للاخت. نحسب بس معك الاجمالي. كملنا، كم إجمالي الحساب؟ الحساب طلع 9000 ريال يمني. إذن 9000 ريال للأخت أم محمد قلتي. أم محمد، وبالتالي أيضا نقول لها مبروك عليك. ما شاء الله تتابعي البرنامج؟ تتابعي البرنامج؟ أيوه. طيب إيش تقولي للمشاهدين؟ الشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت طيبة، وبالتالي إذن ألف مبروك عليكم، وشكرا أيضا أجابت معنا عن لغز هذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام أيضا هذه الفقرة، لكن طبعا نسلمها أيضا هذا المبلغ الإجمالي، المبلغ المقدم من البرنامج، وهذه الفقرة التي تأتي برعاية من برنامج الميدان نسلمها للأخت الكريمة، وتسلمها أيضا للمحاسب ويحسبها. أهلا بكم مشاهدينا في ميدان الطفولة. اليوم نسجل هذا التسابق وهذا التنافس هنا في منطقة دمون في مديرية تريم، بالتحديد ما شاء الله أيضا في ملعب هذه المنطقة هنا أيضا، حيث تشهد هذه المنطقة الأعراس الجماعية في كل عام في 8 شوال. وقبل أن يتحول هذا الميدان إلى ميدان عرائسي وفرائح، الآن يكون ميدان طفولي، نتعرف على مجموعة من الأطفال نجري بينهم هذا التنافس في إطار أيضا لعبتنا في شهر رمضان الكريم. معنا أيضا سيكون هذا الحكم لهذه اللعبة. التنافس سيكون عبارة عن عملية القفز من على الشول أو الجواني أو اليواني كما تسمى هنا في مديرية تريم. معنا الحكم، اسمك؟ شارح. ما شاء الله، هو أيضا سيكون معنا حكم ويراقب اللعبة بالكامل، وفي الأخير سيعلن من هو الفائز في إطار هذه اللعبة. تمام، ونتعرف الآن على 5 من الأطفال المتسابقين. اسمك الكريم؟ زهير. هادي سالم سعيد حمدي. اسمع له تحية أقوى. زهير. زاهر. زاهر مش زهير. زاهر. واسمك؟ عبد الرحمن ميم حمد حمس إصبي. رفع صوتك عشان كلهم يسمعوا لك. عبد الرحمن ميم حمد حمس إصبي. عبد الرحمن، اسمع له تحية أقوى. اسمك الكريم من؟ عيسى تميم سليمان تميم الزبيدي. عيسى الزبيدي، اسمع له تحية أقوى. واسمك؟ عز الدين قاسم كرام بشامخ. عز الدين بشامخ، اسمع له تحية. واسمك؟ أبو بكر سعيد حمد حمدي. من؟ أبو بكر سعيد حمد حمدي. أبو بكر حمدي، اسمع له تحية أقوى. طيب الحكم مراقبة، خلاص كلكم فاهمين اللعبة. عندما نقول 1 2 3 كل واحد ينطلق إلى الجوني اللي أمامه، يلبس الجونية ويرجع لنا بالأمام، وصل إلى هذه النقطة ويرجع خلف، اللي يسقط على الأرض يبقى مرمي على الأرض ما يعود. تمام، يلا نقول 1
اثنين ثلاثة. صفقوا لهم، حاولوا كذا تشجعوهم. كل واحد شيل يوني لي أمام، وقلنا بسرعة البس البس وتعال على السريع على السريع. أيوة على السريع، توصل للنقطة للنقطة وترجع خلف. أي خلف خلف، ترجع خلف. يلا حاول على السريع على السريع، حاول تسرع تسرع. خلاص تبقى ابقى مكانك ابقى مكانك، اجلس بسرعة سريع. ارجع 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 للخلف، سريع بس حاول سريع. ارجع للأمام، عد الآن للأمام، تعال ارجع على السريع، حاول تسرع بس تسرع بسرعة بسرعة. ارجع للخلف ارجع للخلف مكانك. الثاني سقط، باقي ثلاثة، حاول تسرع حاول تسرع تسرع تسرع. ترجع أيوة، ارجع للخلف، حاول بس تسرع الأسرع الأسرع مكانك. يلا باقي اثنين، باقي حاول تسرع بس نشوف من الأسرع الأسرع الأسرع. سريع سريع. إذن هذا هو ما شاء الله. من اسمه؟ عبد الرحمن ميم محمد حمص إصبيع. اسمع للتحية أقوى، برأيك من الفايز؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، والحكم أيضا يقول عبد الرحمن. طيب من هذا اللي سقط تعرفهم؟ من هذا؟ زاهر. زاهر سقط أولا، وهذاك الثاني من اسمه اللي سقط ثاني؟ أبو بكر. أبو بكر، والثالث من اسمه ذا؟ من اسمه هو؟ عيسى. عيسى، طيب اسمع تحية اللي سقطوا وما كملوا، تفضلوا بس. الكل الآن نعطي لهم جوائز ستة يا حامد، ستة. طبعا ما شاء الله الأخ بشار سيقوم بعملية، هو الحكم والمتابع والمراقب، سيقوم بعملية تسليم الجوائز، طبعا مبالغ مالية لكل المشاركين معنا الأطفال. لنذكر اسمه طبعا، يتفضل. الأول من هو قلت لي؟ عبد الرحمن. اسمع له تحية أقوى جمهور، يستلم الجائزة من الأخ بشار، تعال عندي هنا. الثاني من؟ عز الدين. عز الدين، اسمع له تحية جمهور، كأنكم نمتوا ولا إيش؟ تفضل. الثالث من؟ سعيد. من؟ عيسى. عيسى، اسمع له تحية أقوى. والرابع من؟ أبو بكر. أبو بكر الرابع، واسمع له تحية. أما أول من سقط فهو من هذا؟ زاهر. اسمع له تحية زاهر. وهذه أيضا الجائزة نحن هنا نسلمها للحكم الذي تابع وراقب هذه اللعبة. بشار اسمع له تحية أقوى. شكرا لكم مشاهدينا لطيب المتابعة لهذه الحلقة من الميدان، كما بدأنا منه نختتم منه، على أمل اللقاء بكم مجددا بإذن الله تعالى وفي حلقة قادمة. ميدانيا سنكون معكم، أنتم ابقوا معنا، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.